اهلا بيك هاني وكل المشاهدين، وتحياتي تحياتي الكبيره ليك. تحياتي ليك. وصلت بعثة الأهلي إلى قطر علشان مباراة نهضة بركان، قول لي التفاصيل وآخر الأخبار. الحمد لله، يمكن الطياره وصلت قبل ميعادها كمان، قادمه من اسوان وحاطه الرحال بسلام الحمد لله، واللعيبه دلوقتي بداوا في اجراءات عمل الفحوصات الخاصه بالبي سي ار قبل التوجه للفندق. ان شاء الله احنا موجودين في انتظارهم في المطار، والحمد لله الامور طيبه، وموجود حد معاهم من اللجنه المحليه المنظمه بينزلوا لهم على اجهزه الموبايل تطبيق اسمه تطبيق احتراز. التطبيق ده بعد ظهور نتيجه المسحه الخاصه بفيروس كورونا بيتحول لونه الى اللون الاخضر، بمعنى انه اللي موجود على تليفونه التطبيق ما عندوش كورونا. وبيبقى كمان بعد ما نتيجه التحليل او نتيجه الفحص بتطلع بيتم تحويله الى اللون الاصفر، بمعنى انه موجود داخل الحجر الفندقي او الفقاعه الصحيه. فما يقدرش حتى اللاعب لو جه يخرج بره الفندق او يروح اي مكان لن يتم السماح ليه، والعكس صحيح. تمام. اي حد جاي من بره عشان يدخل للعيبه ان لا يستطيع طالما انه مش في الفقاعه الصحيه. فالامور الحمد لله مترتبه ترتيب كويس، واللعيبه بعد ما توصل هتحصل على قسط من الراحه وتبدا ان شاء الله تخوض اول تدريب النهارده الاثنين، بما اننا بدانا يوم جديد. مظبوط. فالتدريب هيكون الساعه 6 مساء ان شاء الله على ملعب جامعه قطر، 6 بتوقيت القاهره. 6 بتوقيت القاهره. طيب هل هيكون مفتوح للاعلام بشكل او باخر التدريب؟ هيكون ليك قدره على الوصول لحضور التدريب او جزء منه؟ لا، التدريبات تدريب الاثنين والثلاث والاربعاء ده هيكون تدريب مغلق، ممنوع فيه حضور الجمهور او حضور الاعلام. تمام. لكن النهارده مصدر مسؤول في اللجنه المنظمه اكد لي انه لاول مره على عكس مونديال الانديه تم الاتفاق مع الكاف وتم الاتفاق مع اداره النادي الاهلي واداره نادي نهضه بركان، هيتم فتح الحضور الاعلامي للاعلاميين يوم الخميس اللي هو التدريب الرئيسي على ملعب المباراه في استاد جاسم بن حمد. ده هيكون مفتوح لوسائل الاعلام وايضا بعدد معين او عدد قليل مع تطبيق الاجراءات الاحترازيه للحفاظ طبعا على سلامه الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا باذن الله. بشكرك جدا محمد الجزار، الناقد الرياضي من العاصمه القطريه الدوحه.